بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن السفر إلى أسرع من الضوء، تفسير معراج النبي الكريم. يقترح علماء وكالة ناسا حديثا اختراع مركبة تسير بأسرع من الضوء البالغ 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. يعتمد الاختراع في طي المسافات أمام وخلف الآلة بحيث تصبح نقطة الانتهاء ملاصقة لمقدمة المركبة. بدأ من البحث إلى حلول لزيادة سرعة المركبة للوصول إلى سرعة الضوء، وذلك اعتماد على نظرية ميغول الذي اقترح مبدأ طي الفضاء من نقطة الانطلاق إلى نقطة الانتهاء، طبعا بسرعات خيالية وجبارة. ربما نتذكر رحلة معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة عندما أنكرها الملحدون بحجة أنه لا يمكن السير بأسرع من الضوء. صراحة نقول سبحان الله، يأتي العلم الحديث ليثبت لنا إمكانية قطع مسافات هائلة خلال زمن قصير جدا. وهذا ما حدثنا أثناء حدث ما أثناء المعراج. لذلك رد الله قول المشككين الذين ادعوا ان النبي الاعظم عرج بالمنام وليس بالحقيقه. يقول تبارك وتعالى في القران الكريم: ما زق البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى. سوره النجم ايه من 17 الى 18، والله اعلم.